طبعا اليوم بيت اختي وعندها كلمتين شكر لله سبحانه وتعالى. انا احب اشكر اخوي جاسم بهمن، ما قصر، ساعدني على سحر كان في 30 سنة، وانا الحمد لله الحين بخير وبعافية، فضل الله وفضله. ما عندنا فضل، احنا كل اخوان وما قصر، كل الله قرأ علي قرآن والحمد لله انه خف عني وانفك عني، وانا الحين بخير وبعافية وما قصر صراحة، تعب معاي بس ان شاء الله طلع كله بفايدة والحمد لله. مشكورة خيتي ان شاء الله، والحمد لله سبحانه وتعالى.